نور ونارين اجتمعوا العمالقة. بعد خلاف دام لأكثر من سنتين بين نور ستارز ونارين بيوتي، رجعت المياه لمجاريها وتم الصلح بيناتهم. وأكبر دليل حضور نور ستارز عرض شيرو يلي صار من يومين، وظهروا كل من نور ونارين بفيديو مشترك بيوضحوا الخلاف يلي صار بيناتهم، واعتذروا من بعض على العلن باعتبارهم حكوا على بعض على العلن. وحتى نارين اعتذرت من الفانزات لأن صار خلاف بيناتهم بسببهم. وبتقول نور لما تعرفت على كريم عمل عليها بحث واكتشف بأنه عندها دراما سابقة. أما رامي فاستغرب من القصة وحكى كلام غير مفهوم. عم قال لي ونشرت كل من نارين ونور فيديو على حساباتهم بالسوشيال ميديا، فيديو حماسي لاستضافة نور لنارين بحلقة ستار بودكاست. وحسب وصف نور بأنه هالحلقة رح تكون كتير قوية بسبب التقاء العمالقة. وانتو شو رأيكم بيلي صار؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.